مراحل تغير شكل إحلام الشامسي ونبذة عنها. اسم الولادة ميثاء، تاريخ الميلاد 13 فبراير 1968، العمر 56 سنة، الجنسية الإمارات العربية المتحدة، الطول 168 سنتيمتر، الزوج مبارك الهاجري، الأولاد فهد، فاطمة، لوالوة، الكنية أم فاهد. أطلق عليها جمهورها بلقب الملكة، كما لقبها الفنان السعودي محمد عبده بلقب فنانة الخليج. وتعتبر أحلام الشامسي أحد المغنيات الأعلى أجراً بإحياء الحفلات والمهرجانات في الوطن العربي، حيث بلغت ثروة أحلام إلى 25 مليون دولار، إلى جانب العديد من الممتلكات الخاصة، ولديها الكثير من المنازل والقصور بين دبي ولبنان وباريس ولندن، كما لديها طائرة خاصة وأسطول من السيارات.